وللنهار مطروحة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط. من ثم الأجواء باش تكون مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب خاصة آخر النهار مع أمطار متفرقة ومحلية شمال ووسط البلاد وتكون عندها صبغة رعدية أثناء الليل. بالنسبة لنشاط الرياح يطلب نصيب من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب وين باش تثير الرمال والأتربة خاصة بعد الظهر. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد، فما انخفاض نسبي منتظر في درجات الحرارة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ويمشي تتراوح القصوى بين 19 و25 درجة وتكون بين 26 و31 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 33 درجة بالجنوب. أكثر تفاصيل على درجات الحرارة بالنسبة لتونس الكبرى 24 درجة، 23 درجة جهة الوطن القبلي، 20 درجة ببنزرت، 24 درجة بدغوين. بالنسبة لمناطق الشمال الغربي باش تتراجع درجات الحرارة، نلقاها 29 في 25 في جندوبة، 26 في سليانة، 24 الكيف، مناطق الوسط ولاية القيروان توصل إلى 30 درجة. بالنسبة للقاسرين 28 درجة، تيلة 25، سيدي بوزيد 30، جهة الساحل سوسة والمنستير في حدود 24 درجة. بالنسبة للمهدية 23، صفاقس 24، قرقنة 23 درجة. نمشي بكم للجنوب الغربي 31 درجة بالنسبة لولاية كفسة، 34 درجة توزر واك، باللي 28 درجة بجابس. بقية مناطق الجنوب نلقاو جزيرة جربة 27 درجة، مدينة مدنين 30 درجة، تطاوين 31، وأعلى درجة حرارة باش تكون في أرميدة توصل إلى حدود 32 درجة. الطقس باش يكون دوك اليوم سخون شوية مع تغيرات خاصة آخر العشية. نحاول نعطيكم أوقات الصلاة لليوم السبت 10 أفريل، اليوم السبت 1 أفريل الموافق ل 10 رمضان. الصبح كان في توقيت 4:31 دقيقة، الشروق كان مع 6:06 دقائق. بالنسبة لصلاة الظهر نص نهار و 31 دقيقة عفوا، بالنسبة للعصر 4 دقيقة، بالنسبة لصلاة المغرب نلقاوها 7 غير درجين دوك 6:48 دقيقة، وصلاة العشاء نلقاوها 8:48 دقيقة مع 9 غير درجين. ان شاء الله يا ربي تصوموا رمضان بالصحه والعافيه. وبالنسبه لدرجه الحراره ديما نقول لكم سيسوا صغيراتكم، سورتو الطقس مازال سخون وما تحاولوش تنقصوا على خاطر طيله الاسبوع القادم فما تغيرات وانخفاض كبير في درجات الحراره توصل حتى ال 20 و 19 درجه مع ابارتير من غدوه. ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، فما مؤشرات نتاع امطار، هذا على حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. تنجموا تدخلوا تلقاو اكثر تفاصيل في على www.meteo.in. سينو تحليلات ولاية القيروان ومختلف المعتمدية نتاعها تنجموا تلقاوها على الباج اوفيسيل فيسبوك. وسيسو روحكم اليوم في ولاية القيروان سخونة شوية، هو تحديدا في التوقيت هذايا تقريبا في حدود 20 درجة، دونك تتوقعوا اللي هي في ارتفاع باش تكون والبيك والذروة نتاعها مش توصل مع مساعتين إلى حدود 30 إلى 31 درجة. إن شاء الله ربي يحمي الجميع، وإن شاء الله شهر رمضان تصوموه بالصحة والعافية. كان هذا طقسنا لليوم. ميتيو.